بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ميدل وان، ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة هنتكلم مع بعض عن درس النعت. معاكم مستر رمزي وهنشرح مع بعض النهاردة درس الايه؟ النعت. يلا بينا نشوف مع بعض يعني ايه نعت. كلمة النعت في اللغة العربية يعني الصفة. كلمة النعت يعني ايه يا مستر؟ يعني الصفة. طيب يعني ايه صفة؟ يعني اقول لك جميل، طويل، مهذب، نشيط، ماهر، كل دي اسمها ايه؟ صفات. طيب عشان اقدر احط الصفات دي يبقى لازم يكون عندي ايه؟ حتى اوصفه، ما انا اكيد مش هوصف الهوى يعني، يبقى لازم يكون عندنا حاجة بوصفها. كل صفة لازم يكون لها حاجة اسمها موصوف. يبقى كل صفة لازم يكون لها حاجة اسمها ايه؟ موصوف. طب الصفة يعني النعت. طيب موصوف يعني ايه؟ موصوف يعني منعوت. يا اما اقول عندي حاجة اسمها نعت ومنعوت، يا اما هقول عليها عندي حاجة اسمها صفة وموصوف. الاتنين واحد. النعت الصفة والمنعوت هو الموصوف. يا اما تقول عندي نعت ومنعوته، يا اما تقول عندي صفه وموصفها. يبقى النعت اول حاجه عندنا اسمها ايه؟ الصفه. طيب تعالوا نشوف الصفه بتجي لنا ازاي، او النعت بيجي لي ازاي. اما اجي اقول التلميذ المهذب محبوب، جملة عادية هي ما فيهاش أي حاجة. التلميذ جملة اسمية ولا فعلية؟ بدل اسمي طبعا جملة اسمية. التلميذ بيتعرف بإيه حد يفكرني؟ التلميذ اسم بداية الجملة الاسمية يعرف مبتدأ، والمبتدأ ماله؟ دايما مرفوع، وهنا عشان مفرد يبقى علامة رفع إيه؟ الضمة الظاهرة، لأنه إيه؟ مفرد. طيب بنشوف مبتدا بنسال بكلمه ماله او مالها، بتلاقينا الخبر. بس قلنا الخبر فيه شروط. اول حاجه الخبر ما فيهوش الف ولام الا بعد الضمير. يعني ايه الكلام ده؟ يعني عشان اقدر اشوف الكلمه اللي فيها الف ولام دي هي خبر ولا لا لازم يكون قبلها ضمير. طب ما قبلهاش ضمير ما اخدهاش على انها خبر. المهذب هينفع اخدها على انها خبر؟ هتقول لي لا يا مستر، دي فيها الف ولام وما قبلهاش ضمير. طيب التلميذ المهذب ماله؟ تاني محبوب، يبقى محبوب دي هي الخبر، هي اللي اخبرتني المعلومه عن المبتدا، يبقى خبر مرفوع وعلامه رفعه ايه؟ الضمه الظاهره على اخره، لانه ايه؟ مفرد. طيب كلمه المهذب ملاحظين ايه؟ التلميذ المهذب. كلمه المهذب دي عبارة عن صفة في التلميذ، عبارة عن صفة في الايه؟ في التلميذ. يبقى كلمة المهذب دي هي النعت، او هي الصفة. النعت هو الايه؟ الصفة. انا وصفت ايه بايه؟ وصفت التلميذ بانه مهذب. طب احنا طلعنا النعت اللي هي الصفة، فين المنعوت اللي هو الموصوف؟ قلت لي التلميذ، يبقى ده المنعوت. مثال آخر، طيب جاء ولد، جاء ولد نشيط. يبقى عندنا النعت فين؟ فين الصفة اللي موجودة؟ هتقول لي والله جاء دي جملة فعلية، هيبقى فاعل ماض مبني لا محل له ولا إعراب. ولد، من اللي جاء؟ تاني ولد، يبقى ولد بتعرف ايه؟ هي المقام، هو المقام بالفعل يبقى اسمه فاعل، والفاعل ماله؟ مرفوع، وهنا عشان مفرد
وعلامة رفعه الضمة الظاهرة لأنه مفرد. كلمة نشيط جاء ولد نشيط. كلمة نشيط دي عملت ايه في كلمة ولد؟ تقول لي والله مستر كلمة نشيط دي باينة من اسمها، دي صفة. طب والصفة بنسميها ايه؟ بنسميها نعت. برافو عليك. النعت هنا الصفة هنا كلمة نشيط. طب وصفت مين؟ الولد اللي هو اسمه ايه؟ منعوت او اسمه ايه؟ موصول. يلا بينا بقى نطلع مع بعض كده الشروط المتوافرة معانا في الايه؟ في النعت. واحدة واحدة. النعت ممكن يجي في الجملة الاسمية وممكن يجي في الجملة الفعلية. طيب وايه كمان؟ ملاحظين معايا ايه؟ التلميذ المهذب ولد نشيط لما كان المنعوت معرفة بقى نعت كمان ايه؟ معرفة. طب لو المنعوت هنا نكرة يبقى النعت عندنا كمان ايه؟ نكرة. يبقى ده أول شرط عندنا. عندنا شرط شروط النعت أو الشروط التي يجب أن يطابق بها النعت منعوته. عندنا شروط لازم تتوفر في النعت والمنعوت عشان اقدر اقول ان الكلمه دي نعت. اول شرط عندنا قلنا لو معرفه فالنعت معرفه، لو المنعوت نكره فالايه؟ فالنعت نكره. يبقى اول حاجه اسمها اول شرط اسمه التعريف والتنكير. يعني ايه يا مستر تعريف وتنكير؟ لو نعت نكره يبقى الموصوف، لو الموصوف لو منعوت نكره يبقى النعت نكره، لو الموصوف معرفه يبقى النعت ايه؟ معرفه. تاني حاجه التلميذ هنا مذكر، المهذب مذكر، ولد مذكر، نشيط مذكر، يبقى لازم الصفه النعت يطابق المنعوت في التذكير والتأنيث. وهديكم مثال يعني ايه؟ لازم حاجه اسمها التذكير والتأنيث. يعني لازم يكون يا اما النعت مذكر والموصول مذكر، يا اما النعت مؤنث والموصول مؤنث. يعني انا لو جيت قلت لك جاء ولد مهذب فمهذب هنا هي الايه؟ النعت. طب لو جيت قلت لك جاء فتاة لازم الكلمة اللي أنا هوصف بيها الفتاة تكون زيها، فتاة مذكر ولا مؤنث؟ تقول والله مستر دي مؤنث، يبقى جاءت فتاة مهذبة. تمام؟ يبقى أول شرط عندنا من النعت التعريف والتنكير. لو النعت نكرة يبقى الموصوف نكرة. طيب التذكير والتأنيث، لو الموصوف معرفة، لو الموصوف مذكر يبقى النعت مذكر، لو الموصوف مؤنث يبقى لازم الصفة بتاعته تكون مؤنثة. ما ينفعش أقول جاءت فتاة مهذبة. إيه اللي أنا بقوله ده؟ ولا جاء ولد مهذبة. ما ينفعش الكلام ده. تمام؟ طيب تعالوا نكمل مع بعض باقي الشروط. التلميذ مفرد والمهذب مفرد، ولد مفرد، نشيط مفرد. يبقى ثالث حاله من حالات او من شروط النعت اللي بيطول فيها المنعوت هي العدد، سواء كانت افراد او التثنيه او الجمع. يعني لو النعت، لو المنعوت مفرد يبقى النعت مفرد، لو المنعوت مثنى يبقى النعت مثنى، لو المنعوت جمع يبقى النعت جمع. لما قلنا ازاي؟ لو جيت قلت لك المعلمون
الماهرون رائعون. المعلمون دي تعرف ايه؟ اللي والله يا مستر المعلمون دي مبتدا مرفوع وعلامة رفعي هنا جمع المذكر السالم يرفع بايه؟ وتاني مرفوع وعلامة رفعه جمع المذكر السالم يرفع بالواو. يا ريت تراجع الجدول اللي احنا كنا عاملينه السنة السابقة. هنا مرفوع وعلامة رفعه ايه؟ الواو يا جماعة مذكر سالم. فين الخبر؟ بدور على كلمة ما فيهاش ألف فلان ما تكونش وتكون جاوبت على سؤال ماله او مالها او مالهما او مالهم. المعلمون مالهم؟ هيتبعوا المهارات؟ قلنا لا خلاص ما ينفعش موضوع خبر لان فيها عارف فلان ما بلاش ضمير. يبقى رائعون هي الايه؟ خبر، والخبر مرفوع علامه رفع الواو لان جمع مذكر سالم. فين الصفه اللي عندي؟ كلمه الماهرون. تعالوا نشوف الشروط بتاعتنا اللي احنا طلعناها الثلاثه الاولانيين توافقت ولا لا؟ اول حاجه التعريف والتنكير. معرفة ومعرفة، يبقى أول شرط عندي تحقق اسمه التعريف. يعني إيه يا مستر التعريف؟ يعني الكلمة دي معرفة والكلمة دي معرفة. طب لو كانت نكرة ولا نكرة يبقى كنت هكتب التنكير. التعريف أو التنكير. يبقى أول شرط تحقق التعريف. تاني حاجة التذكير والتأنيث. مع معلمون ماهرون مذكر ولا مؤنث؟ واللي قدام ده مذكر، يبقى تاني شرط عندنا اسمه التذكير. طيب تالت شرط العدد افراد وتثنيه وجمع. المعلمون والماهرون دي جمع مذكر ودي برضه جمع مذكر، او دي جمع ودي جمع مش هتفرق، يعني دي جمع ودي جمع. يبقى هنا اتحقق الشرط الثالث اللي هو اسمه الايه؟ العدد. ولو انت عايز تكتب لي كده بين قوسين جمع مش مشكله. يبقى دول اول ثلاث شروط اتحققوا معايا، يبقى انا هقدر اقول على الكلمه دي ان هي ايه؟ مع، لان الحق فيها برضه الشرط الرابع اللي انا هقوله دلوقتي. يبقى دي نعم. يبقى احنا كلنا لازم نطلع النعم. الشرط الاخير او الشرط الرابع في النعم مطابقته للمنعوت يطابقه في الحاله الاعرابيه وليست العلامه او الحركه الاعرابيه. الحاله الاعرابيه اخذنا ثلاث حالات للاعراب بالنسبه للاسماء، ايه هم يا مستر فكرني؟ رفع، نصب، جر. عايز تقول لي ايه يا مستر؟ عايز تقول لي ان لو المنعوت مرفوع هيبقى النعت مرفوع، طب لو المنعوت منصوب هيبقى برضه النعت منصوب، طب الجر لو المنعوت مجرور هيبقى النعت مجرور. يلا بينا نعرف بقى النعت بتاعنا ونطلع منه الشروط بتاعتنا على كل مثال. يلا. التلميذ المهذب. التلميذ ده الملعون، والملعون بيعرف اصلا موقعه في الجمله، هو بس مجرد اسمه ملعون. فاكرين المضاف للمضاف اليه؟ كنا بنعرف المضاف اليه وكنا بنقول اللي قبلنا اسمه مضاف، بس كان بيعرف حسب موقعه في الجمله، زي النعت والملعون. النعت بيعرف انما المنعوت بيعرف حسب موقعه في الجمله. المنعوت هنا هو المفتاح، هو المفتاح بتاعي اللي خلينا نعرف النعت. المنعوت معروف ايه؟ مبتدا مرفوع علامه رفع الضمه. يبقى بيطبقه بالظبط، يبقى نعت ايه؟ زي المنعوت بالظبط مرفوع وعلامه رفع ايه؟ الضمه. يلا نطلع الشروط. تعريف ولا تنكير؟ قول التعريف. ثاني شرط تذكير ولا تأنيث؟ قول التذكير. ثالث شرط العدد اتحقق؟ قول لي اه العدد اللي هو ايه؟ مفرد. الحالة الإعرابية اتحققت بالظبط كده يا مستر. التلميذ مرفوعة وشفت المهذب كمان مرفوعة، يبقى الحالة اللي هي الإيه؟ الرفع. الحالة الإعرابية أو حالة الإيه؟ الرفع. صعب الكلام ده؟ صعب الكلام ده؟ طيب يلا بينا نكمل المثال التاني ونطلع الشروط. خلاص احنا عرفنا إن كلمة نشيط هي النعم. يلا نطلع الشروط. تعريف ولا تنكير؟ تقول لي تنكير هنا بقى، فاكر اقول لك؟ يبقى أول شرط عندنا تنكير. التنكير. تذكير ولا تأنيث؟ تقول لي تذكير. التذكير. طيب العدد إفراد وتثنية وجمع، هنا العدد تطور
طب ده يا مستر هنا مفرد برضو هيبقى العدد مفرد. الحالة العربية بصوا كده ولد نشيط الاثنين مرفوعين يبقى الحالة عندنا هنكتب الايه؟ الرفع. يبقى كده اقدر اعرف نعم. طب اقدر اعرفه ازاي؟ اعرف الحركة بتاعته ازاي؟ الحالة العربية الحالة العربية بتاعته ازاي؟ هبص للكلمة اللي قبله هنا ولد وهنا نشيط هنا فاعل مرفوع لم ترفع الضمة يبقى النعت برضه زي ما نعود واللي هياخد الحالة اللي هي نعت المرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة لأنه مفرد. طب يلا بينا نشوف أمثلة تانية نطبق عليها باقي الشروط. يلا كده مع بعض نشوف الأمثلة. رأيت التلميذات المهذبات. يلا بينا كده نشوف الجملة ونقدر نطلع الصفة. طبعا أنت حطيت عينك على الصفة قبل مني قلت لي والله يا مستر طبقا للشروط اللي احنا حطيناها مع بعض إن تكون معرفة ومعرفة أو نكرة ونكرة، هنا جت معرفة ومعرفة، تاني حاجة إن الكلمة تكون جمع ولا بعدها جمع، يا إما الاثنين يكونوا جمع يا إما الاثنين يكونوا مذكرين يا إما الاثنين مؤنثين، هنا كل الشروط تطابقت معانا في كلمة المهذبات، طب يلا بينا نجيب الجملة من بدايتها، رأيت التلميذات المهذبات، رأيت دي جملة فعلية، كنا بنقسم الفعل اتنين عبارة عن رأى بنقول عليه فعل ماضي مبني فعل ماضي مبني ما حدش يقول لي على الفتح عشان ان شاء الله السنه دي هنعرف مع بعض ان لما يدخل تاء الفاعل دي على الفعل بتعمل فيه ايه بتبني على حاجه ثانيه غير الفتح هنعرفها السنه دي ان شاء الله. طيب تعالى نشوف التاء هتقول عليها ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل. طيب واحده واحده كده رايت ماذا؟ قلت لي رايت التلميذات يبقى التلميذات دي مفعول به منصوب وعلامة نصبه هنا الكلمة دي جمع مهندس سالم وقلنا جمع مهندس سالم الوحيد اللي بيتنصب بعلامة نصبه الايه؟ الكسرة. يبقى احنا كده طلعنا ان دي جمع مهندس سالم منصوب علامة نصبها الكسرة. فين النعت؟ فين الصفة؟ قلت لي المهذبات هي دي النعت. طب فين منعوتها عشان نعرف العلامة الحالة العربية بتاعتها؟ وصفت المهذبات هم مين؟ قلت لي الفتيات دي المنعوتة. يبقى الفتيات دي هي المنعوت او الموصوف. طيب التلميذات واحده واحده بقى كده يلا بينا نطلع الشروط عشان نتاكد ان دي نعم. اول حاجه طبق بعض في ايه؟ قلت لي والله اول حاجه التعريف. طب تاني حاجه التأنيث اثنين مؤنثين. تالت حاجه العدد قلت لي جمع. رابع حاجة التلميذات المهذبات دي منصوبة بالكسرة وملاحظين هنا إن دي كمان مالها فيها كسرة يبقى برضه منصوبة بالكسرة يبقى الحالة حالة الإيه؟ النصب. يبقى كده أخدت المعلومات كاملة يبقى ده نعت منصوب بالإيه؟ منصوب وعلامة نصبه برافو عليك سمعتك الكسرة لأنه جمع مؤنث ثابت لأنه جمع مؤنث ثابت. خلصنا كده أول مثال. يلا بينا بقى نشوف مصر الغالية أم الدنيا. مصر الغالية أم الدنيا. واحدة واحدة كده نشوف مع بعض. مصر دي تتعرب إيه؟ قلت له والله دي جملة اسمية تتعرب مبتدأ. صح كده؟ يبقى مصر هنا تتعرف ايه؟ قلت لي مبتدا مرفوع وعلامه رفعه الضمه. طيب يبقى دي مبتدا مرفوع وعلامه رفعه الضمه. مصر فين الصفه؟ قلت لي مستر هو انا مش لاقيه كلمه نكره ونكره او معرفه ومعرفه وجايين ورا بعض. اقول لكم لا انتوا كده لازم بقى تراجعوا على نفس النكره والمعرفه عشان احنا قلنا النكره والمعرفه المعارف ممكن تكون اسم انسان او اسم بلد يعني اسمهم علم يا اسم انسان يا اسم بلد يا اما كلمه معرفه بوجود كلمه اخرى يا اما تكون اسم اشاره يا اما تكون ضمير يا اما يكون كلمه فيها ضمير متصل. مصر دي مش اسم بلد؟ قلت لي اه لان الاعلام يبقى الكلمه دي معرفه. وعارفين ان اي كلمه اسم فيها الف فلان برضو ايه؟ معرفه.
بقت معرفه ومعرفه تديني ايه؟ قلت لي يا مستر يبقى الغاليه دي هي الايه؟ النعم. طيب الشروط بتاعتنا. قلت لي يا مستر اول حاجه التعريف. ثاني حاجه التأمين. عشان مؤنثين. ثالث حاجه العدد المفرد. رابع حاجه الحاله العربيه اللي هي الرفع. يلا بينا نعرف المنعوت عشان نعرف نعرف النعم. فين المنعوت اللي وصفتها؟ مثل. اعرابها ايه؟ مبتدا مرفوع وعلامه رفعه الضمه الظاهره. يبقى الغاليه بعد ايه؟ مرفوع. خدت العلامه خدت الحاله مرفوع وعلامه رفعه الضمه الظاهره لانه ايه؟ مفرد. المثال اللي بعده نحتاج رجال الشرطة المخلصين. هلا عشان نتلخبط كده ولخبطكم معايا. حاولوا ما تتلخبطوش معايا. تمام؟ نحترم جملة إيه؟ تلي فعلية. نحترم عبارة عن إيه؟ فعل مضارع أوله حرف جنون من حروف كلمة أنايتو أو أيتي يبقى مرفوع وعلامة رفعه إيه؟ وعلامة رفعه إيه؟ الضم. عرفت منين يا مستر ان هو مرفوع لم يسبقه ناصب ولا جازم؟ لان لن كي حتى لم التعليل ولا لا ولا لم ولا ولا الايه ولا من الامر ولا من دي كل اللي انا مش عارف نكمل مع بعض تاني. يلا بينا. يبقى ادوات النصب عندنا لو جاء قبل الفعل المضارع هيبقى منصوب، لو جاء قبل الفعل المضارع عليه جزم يبقى مجزوم. طيب واحده واحده. سيبوا كده معناها الجراف نصب قلت لي لا ولاد جزم لا الفعل طلع مرفوع. فين فعل؟ نحترم. مين اللي بنحترم؟ نحن. يبقى الفاعل ضمير مستتر مش موجود بقى نحن يبقى كده تقديره ايه؟ نحن. معايا فاعل وفاعل يبقى رجال مفعول به منصوب وعلامه نصبه ايه؟ الفتح. الشرطة نكرة معرفة تديني ايه؟ قلت لي والله يا مستر دي مضاف اليه، مضاف اليه ايه؟ مجرور وعلامة جره ايه؟ الكسر. رجال الشرطة دي كلمة رجال لوحدها كده كنا بنقول عليها نكرة. لما بنضيف لها كلمة بتوضحها الكلمة دي بتخليها لنا على بعضها كده معرفة. فاكرين كلمة نهر؟ لما كنت بقول نهر لوحدها نكرة. نهر النيل معرفة. بحيرة لوحدها نكرة. بحيرة ناصر أو بحيرة قارون معرفة. طب رجال لوحدها نكرة. طب رجال الشرطة على بعضها إيه؟ معرفة. طب كلمة المخلصين معرفة. طب فين المعرفة والمعرفة؟ فين النعت بتاعي؟ قلت لي كلمة الإيه؟ المخلصين. يبقى عندنا النعت الصفة اللي أنا وصفتها هي كلمة إيه؟ المخلصين. طيب وصفت بيها مين المخلصين؟ قلت له والله يا مستر مين دول المخلصين؟ هم رجال الشرطة. يبقى رجال الشرطة هي بتاعتي على بعضها كده هي دي ايه؟ المنعوت. بس هقول لك حاجة عشان انت بس عشان بس تعرف رجال الشرطة على بعضها معرفة فدي منعوت. بس المنعوت بتاعنا كلمة رجال. كلمة ايه؟ رجال. الرجال دول هم المخلصين. الشرطة دي وضحتها مع رجال بس. تمام؟ يبقى نحترم رجال مخلصين كلمة الشرطة دي عشان تخلي لك دي معرفة ودي معرفة. تمام؟ يبقى دي نعم. الشروط بتاعتنا معرفة ومعرفة. إيه كمان؟ جمع وجمع. بس دي جمع إيه؟ مستر جمع تكسير ودي جمع مجرد سالب. أنا قلت لك يكون العدد بس هما اللي مطابقين فيه. يعني العدد يكون العدد عندك يكون جمع. ماليش دعوة الجمع إيه؟ جمع مذكر وجمع تكسير مش مشكلة. أنا حضرتك الكلمة دي جمع والكلمة دي جمع. بعد كده التذكير دي مذكرة ودي مذكرة. طب يلا بينا كده نشوف. رجال كانت معلومة إيه؟ مفعول به منصوب وعلامة نصب به الفتحة. يبقى المخلصين تتعرف نعت إيه؟ زي الرجال بالظبط. نعت منصوب وعلامة نصبه الياء. ايه ده؟
مصطلح. لما انت قلت لي العدد مش مشكله، دي يبقى جمع تكسير ودي جمع مذكر. طب يا مستر انا كنت متعوده مرفوع بالضمه، مرفوع بالضمه، منصوب بالفتحه، منصوب بالفتحه، مجرور على مجرور كسر، مجرور على مجرور كسر. هنا مرفوع، هنا بقى منصوب بالفتحه، هنا منصوب بالياء. انا قلت لك في الحاله بس، هي فين يا مستر الحاله؟ اهي منصوب. فين يا مستر الحاله؟ اهي منصوب. ما قلتلكش العلامه الاعرابيه، انا قلت الحاله بس. دي منصوبه يبقى منصوب. دي تتنصب بفتح جمع تكسير، ودي تتنصب بالياء جمع مذكر. انا ماليش دعوه، اللي هي ان يكون عندي الشروط اربعه. اول حاجه معرفه ومعرفه. ثاني حاجه مذكره ومذكره. ثالث حاجه جمع وجمع، ماليش دعوه بنوع الجمع. رابع حاجه الحاله منصوب منصوب، ماليش دعوه بحركه الاعراب. فتحه وكسره وياء ماليش دعوه بيها او ضمه على حسب. طيب ان شعبنا المجيد عريق. فين؟ يلا بقى نطلع المعنى ونشتغل عليه عشان نعرف اعرابه. ان حرف ناسخ مبني على الفتح لا محل له من الاعراب. ان واخواتها، ان ان كان لكن لعل وليت. بتدخل على الجمله الاسميه، كانت بتعمل ايه؟ تنسب المبتدا ويسمى اسمها، وتنصب المبتدا ويسمى اسمها، وترفع الخبر ويسمى خبرها. طيب شعبنا دي تتعرف ايه؟ قول لي والله يا مستر دي اسم ان منصوب وعلامه نصبه الايه؟ وعلامه نصبه الفتحه. الله ينور. النادي اي ضمير في اسم يعرف ضمير متصل مبني في محل جر مضاف اليه. بس الضمير عمل ايه في الكلمه؟ الكلمه من غير ضمير نكره. طب الضمير ده لما دخل في الكلمه خلاها معرفه. طيب يبقى كلمه شعر دي ايه؟ معرفه. المجيد مستر في الف ولام باينه اهي، هي دي معرفه. معرفه ومعرفه تديني نعم. الشروط بتاعتنا شعبنا المجيد معرفه اللي هو ايه؟ بيقول على الشرط اسمه التعريف. تاني شرط التذكير. تالت شرط العدد مفرد او نكتب الافراد. رابع شرط الحال. الحاله بتاعتنا عشان نعرفها بنعرفها من ايه؟ ايوه من المنعوت. المنعوت معروف ايه؟ اسم ان منصوب علامه نصبه الفتحه، وهنا المجيده لقيت عليها برضو فتحه، يبقى برضو دي نعم منصوب، يبقى الحاله عندنا نصب. طب يلا نعرفها. نعت منصوب وعلامه نصبه الايه؟ ايوه عشان المفرد يبقى علامه نصبه الايه؟ الفتحه. طيب مستر انا عرفت تعرف ايه؟ بسيطه جدا. ان اسمها شعبنا. طيب شعبنا ما شعبنا مالك؟ عريق. يبقى عريق دي خبر ان مرفوع وعلامه رفعه الضمه الظاهره. طيب اخر جمله هذه اشجار عاليه. مستر معروفه جدا يعني، حضرتك قلت لنا اسماء الاشاره من المعارف، اما اشجار دي نكره، واحنا ما لناش دعوه باسم الاشاره. حتى لو اسم الاشاره ده جاي بعديه اسم معرفه ما بنطلعوش معاه. طيب هذه اشجار، كلمه اسم الاشاره مش موجود. اشجار عاليه هو اسم الاشاره بس، اللي قال لك ان الجمله دي اسميه، واسم الاشاره ده يتعرف بيه مبتدا بس ما عندناش اعراب، احنا نعرف ان هو ايه؟ مبتدا. اشجار عاليه الاثنين مع بعض نكره ونكره، يبقى اول شرط عندنا نكره كلمتين، يبقى نكره ونكره اللي هو الايه؟ التنكير. التنكير. ثاني شرط مؤنث ومؤنث، يبقى التأنيث. ثالث شرط اللي هو العدد. مستر دي أشجار جمع وعليه مفرد، إزاي أقدر أقول على دي نعم؟ هقول لك بكل بساطة إن الصفة جمع الخير العاقل الصفة بتاعته مفردة، تيجي في صيغة المفرد. فاكرين لما بنقول هذه مدن عاليه او هذه مدن عريقه، هذه مدن نظيفه، احنا عندنا الجمع الغير العاقل الصفه بتاعته مفرد ويجوز ان تجمع.
ممكن نقول هذه اشجار عاليات، بس احنا هنا هذه اشجار عاليه، يبقى دي ايه؟ مش لازم الشرط ده يتحقق معايا في الحاله دي بس. طيب تاني حاجه الحال، هذه دي مبتدا اشجار لا خبر اشجار عاليه، يبقى الحاله عندنا ايه يا مستر؟ قلنا ظرف. يبقى هنا عاليه نعت ايه؟ هتقول لي مرفوع وعلامه رفعه ايه؟ وعلامه رفعه الضمه، وطلعنا الشروط بتاعتنا من الاشجار دي هتبقى ايه؟ خبر للمبتدا ايه؟ هذه مرفوعه وعلامه رفعه الضمه. اخر معلومه عايز اقولها لكم ان نلاحظ كده نراجع مع بعض كل اللي احنا قلناه، قلنا الشروط بتاعتنا لازم نراجعها عشان نقدر نقول ان ده نعت ولا لا، عندنا حاجه اسمها النعت اللي هو الصفه، عندنا حاجه اسمها المنعوت اللي هي الموصوف، لازم النعت ينطبق المنعوت في اربع حاجات، اول حاجه عندنا لازم يكون التعريف او التنكير يا اما الاثنين نكره يا اما الاثنين معرفه، اثنين اللي في التذكير والتأنيث يعني الاثنين يا اما مذكرين يا اما مؤنثين، ثالث حاجه العدد ممكن مفرد ومثنى مثلا افراد تثنيه وجمع، رابع حاجه الحاله الاعرابيه، الحاله الاعرابيه اللي هي رفع رفع ونصب وجر فقط. طيب في بقى خلاص اخر ملحوظه عايز اقولها لكم، ملحوظه هامه، قلنا معرفه زائد معرفه تدينا نعت، ونكرة زائد نكرة برضه تدينا نعت، عشان أقدر أقول إن النكرة دي اللي هي النكرة الثانية دي نعت، أو أقدر أقول على المعرفة الثانية دي نعت، لها شرط لازم يتحقق فيها إن هي تكون بتوصف الإيه؟ بتوصف اللي قبلها. لازم المعرفه تكون بتوصف اللي قبلها والنكره تكون بتوصف اللي قبلها، يعني انا ممكن افتكر دلوقتي في الكتاب لما اجي اقول لك ايه؟ كرم المدرسه المعلمه. مستر معرفه ومعرفه ايه؟ بس هل المعلمه وصفت المدرسه؟ هتقول لي لا، طب يلا نراجعها. كرمت فعل ماضي مبني على فعل ماضي مبني، مدرسه فعل فعل مرفوع علامه رفعه والضمه. كرمت ماذا؟ المعلمه، يبقى دي مفعول به وليست ايه؟ وليست نعت، لانها لم تصف الكلمه اللي قبلها. طيب سمع الرجل بكاء طفل، هنا في كلمتين النكره والنكره والمعرفه والمعرفه، قلت لها مستر طفل وبكاء. طيب واحده واحده كده نعرفها، سمع فعل ماضي مبني، الرجل هنا فاعل، بكاء صنع ماذا؟ بكاء بقت مفعول به، طفل هنا، هل طفل دي وصفت كلمة بكاء؟ يعني الطفل هو اللي وصف البكاء طبعا خطأ، إنما كلمة طفل دي وضحت وخصصت وبينت الكلمة النكرة اللي قبلها، بقى دي إعراب مضاف إليه وليست إيه؟ نعم، يبقى مضاف إليه وإنما مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة. يلا كده سريعا عايزين نطلع الجليس الصالح محبوب، عايزين نطلع النعت والمنعوت يعني الصفه والموصول. فين النعت؟ هتقول لي الجليس الصالح محبوب، مستر بين معرفه ومعرفه، مذكر ومذكر، مرفوعه ومرفوعه، يبقى دي عندنا فين؟ اللي هي ايه؟ كلمة الايه؟ الصالح، يبقى عندنا كلمة النعت هي دي الصالح، هل وصفت كلمة الجليس؟ طبعا وصفتها. طيب فين المعروف اللي انا بوصفه اللي هو الجليس؟ شوف الحالة بتاعتنا، تعالى نعمل الجليس هنا مبتدأ مرفوع علامة رفعية ضمة، يبقى النعت زي بالظبط الحالة العربية مرفوع علامة رفعية الضمة. طيب التلميذان، التلميذان المجتهدان محبوبان، يلا بسرعة فين المعرفة والمعرفة والنكرة والنكرة ووصفت الثانية؟ التلميذان المبتدئان، المبتدئان وصفة التلميذان يبقى والمعرفة والمعرفة، مثنى المثنى، مذكر المذكر، هنا مرفوعة وهنا مرفوعة، يبقى المبتدئان نعم.
التلميذان هي من قوله الصفه هنا التلميذان مبتدا مرفوع على رفع الالف وده برضه معنى مرفوع على رفع الالف. طيب شاهدت المهندسين البارعين. يلا بينا كده بنكتب الكلمتين اللي جايين نكره ونكره ومعرفه ومعرفه اسمين تاني المهندسين والبارعين. البارعين وصفه المهندسين مع جمع وجمع هنا منصوبه وهنا منصوبه وهنا معرفه ومعرفه يبقى الكلمه دي توفرت فيها كل الشروط المع يبقى شاهدت عباره عن فعل الماضي المبني والدال عليه متصل مبني في محل رفع فاعل في المهندسين مفروض به منصوب عليه بتصبيغ فتحه قلنا المعت والبارعين اللي وصفتهم المهندسين فلما دي منصوبه يبقى ده نعت منصوب عليه بتصبيغ يعني منصوب اللي هي قصدي او نعت منصوب عليه بتصبيغ الايه؟ الايه؟ نكمل. سلمت على الطلاب الاذكياء. مستر الطلاب والاذكياء، الاذكياء وصفه الطلاب معرفه ومعرفه. وتاني حاجة إن هي كلمتين جمع، تالت حاجة اللي هي يبقى معرفة معرفة وجمع والاتنين مذكر، والحالة الإعرابية تعالوا نتعرف عليها كده، الطلاب الأذكياء يبقى الحالة الإعرابية الاتنين دي هيكون الاتنين مجرورين، الطلاب اسم مجرور بعلى علامة جر الكسرة، والأذكياء هيبقى بعد مجرور علامة جر الكسرة. كرمت مدرسة الطالبات المتفوقات. يلا فين؟ بص بقى معايا ادي المدرسة وادي الطالبات اهو. ينفع تطلع الطالبات مع ازاي يا مستر؟ هي الطالبات وصلت المدرسة؟ قول لي لا يا مستر، يبقى دي مش مع. فالمتفوقات الطالبات المتفوقات، المتفوقات وصلت الطالبات؟ ايوه. الاثنين معرفة ومعرفة؟ نعم. الاثنين مؤنثين؟ نعم. طيب الاثنين جمع، جمع مؤنث، يبقى هنا الكلمه دي ايه؟ نعم. المتفوقات والمذكور الطالبات. طب يلا نعرف اعراب الطالبات عشان نتعرف على اعراب النعم. كرمت فعل الماضي المبني. من اللي كرمت؟ المدرسه. فعل مرفوع عليه رفعيه ضمه. كرمت ماذا؟ الطالبات. ده المؤنث الثاني مفعول به منصوب وعلامه نصبه الكسره، يبقى ده نعت برضه منصوب وعلامه هي مستر الكسرة لأنها جمع مؤنث سالم. يبقى النعت اسم يتبع المنصوب من الذكاء بالتعريف والتنكير، النوع، النوع، التذكير والتأنيث، الإعراب اللي هي الحالة، والعدد مفرد ومثنى وإيه؟ وجمع، هنا القاعدة بتاعتنا. طبعًا هنا ده التدريب بتاعنا. طيب هنا الإسكندرية مدينة عريقة، هنطلع بس النعت وأوجه التطابق. الإسكندرية مدينة عريقة فيه كلمتين الكافيين أو المعرفين اللي وصفت التانية وصفت اللي قبل منها، تقول لي مدينة عريقة كلمة عريقة وصفت كلمة مدينة هي دي النعت. طب شروط التطابق بتاعتنا التنكير اثنين، التأنيث ثلاثة، العدد اللي هو مفرد، رابع حاجة الحالة الإعرابية. إيه هي الحالة الإعرابية؟ الإسكندرية مبتدأ مرفوع عليها رفع الضمة، مدينة خبر مرفوع عليها رفع الضمة، يبقى عريقة نعت مرفوع عليها رفع الضمة. أحب الثمرة الناضجة، أحب الثمرة، الثمرة الإيه؟ الثمرة الناضجة. يلا أحب فين الكلمتين اللي وصفوا بعض؟ تقول لي الناضجة، الناضجة وصفت الثمرة الاثنين. ايه الاوجه التطابق اللي موجوده عندنا في حاجه شطر عليها؟ نعم التعريف، ثاني حاجه العدد اللي هو المفرد، ثالث حاجه التأنيث، رابع حاجه الحاله، الحاله العربيه. طب هنا كانت الحاله الرفع، هنا تعالوا نشوف. احبه فعل مضارع مرفوع عليه رفع الضمه، والفعل ده من مصدر تقديره انا. الثمرة مفعول به منصوب علامة نصبه الفتحة، يبقى هنا الناضجة نعت منصوب علامة نصبه الايه؟ الفتحة، يبقى عندنا الحالة النصب. نكمل. نجد الصديق المخلص وقت الضيق. نجد جملة فعلية في الكلمتين اللي جايين ورا بعض، تقول لي الصديق والمخلص، الصديق المخلص نظرة الصديق. طب يلا نشوف الشروط اللي اتحققت عندنا، التعريف تمام،
الاثنين التذكير تمام، الافراد اللي هو عدد هو مفرد تمام، الا بدنا نطلع الحاله نجد فعل مضارع مرفوع عليه مترفعين الضمه الصديقه والفعل ده من مستتر تقدير ونحن الصديقه مفعول به منصوب عليه نصبه الفتحه الظاهره يبقى المخلصه مع المنصوب عليه نصبه الفتحه الظاهره يبقى الحاله النصب. اخر حاجه سررت من الطالب الفائز. يلا بينا نطلع الكلمتين هنا الطالب والفائز. الطالب وصفت الفائز وصفت الطالب. طيب تعال نشوف الشروط بتاعتنا. اول حاجه التعريف، ثاني حاجه التذكير، ثالث حاجه العدد مفرد، رابع حاجه الحاله. يلا بينا نعرفها مع بعض. يلا سررت من كلمة الطالب تعرف ايه؟ منها حرف جر يبقى اسم مجرور بمن علامة حرف جر من علامة جره الكسرة، يبقى هنا ده نعت مجرور علامة جر الكسرة، الحالة عندنا ايه؟ الجر. أرجو تدوين هذه الحصة في الكراسة وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.